في أخبار نبض ميت عقبة تأكدت سلبية المسحة الطبية اللي أجريت لجميع لعيبة الفريق الأول والجهاز الفني لكرة السلة بنادي الزمالك استعدادا للسفر لرواندا النهاردة الثلاث للمشاركة في بطولة إفريقيا والمقرر إقامتها في الفترة من 21 ل 28 مايو الحالي، ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره سلاك بطل غينيا في دور الثمانية من البطولة الإفريقية. كل التوفيق طبعا لفريقنا. نروح لفريق رجال تنس الطاولة بنادي الزمالك اللي فاز على سبورتينج بثلاث أشواط نظيفة وام بي بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الدورة المجمعة الأولى واللي بتقام على ملاعب نادي الزهور في الفترة من 15 وحتى 18 من مايو الجاري. أعرب كابتن أسامة محروس المدرب الفريق عن فخره وسعادته بأداء اللاعبين وإصرارهم على الفوز، وكمان شارك في مباراة امبارح أحمد علي صالح والبرازيلي بوستاجو ومحمد أشرف وسيد رمضان. طبعا كمان بيقود الجهاز الفني أحمد حلمي كمدير جهاز تنس الطاولة وأسامة محروس كمدرب للفريق، دايما بنتمنى لهم التوفيق.